في الجزائر تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لمكافحة حرائق الغابات، وأعلنت السلطات إخماد 41 حريقا من أصل 59 في 11 ولاية. وأوضحت فرق الحماية أن عمليات الإطفاء تتواصل في ظروف جوية صعبة بسبب هبوب رياح قوية، مما زاد من سرعة انتشار الحرائق. هذا وفتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحرائق. تنضم إلينا من الجزائر الباحثة في شؤون البيئة بسمة بالبجاوي. أستاذة بسمة، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. يعني مرة جديدة هذه الحرائق، أهلا وسهلا بك. يعني مرة جديدة يستمر مسلسل هذه الحرائق في الجزائر، والأسئلة كثيرة. البعض يقول بأنها مفتعلة، البعض يربطها بارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخي، البعض الآخر يعني يتساءل لماذا تضرب هذه الحرائق نفس يعني الأماكن تقريبا سنويا أو كل فترة. أستاذة بسمة، للأسف الشديد هي كل هذه العوامل هي أسباب الحرائق. يعني حرائق الغابات حقيقة في الجزائر هي ليست بالجديدة، كانت حسب الدراسات يعني والإحصائيات التي عندنا من زمن الاستقلال إلى يومنا هذا، حرائق الغابات كانت دائما متواجدة في الجزائر وفي عدة ولايات، خاصة الولايات الغابية أو ما تعرف بالولايات التي لها غطاء نباتي كبير. لكن السنوات القليلة الماضية اشتدت هذه الحرائق وأصبحت ما يعرف بالحرائق الكبيرة، يعني هكتارات وهكتارات من الأشجار والغابات والأحراش أيضا، وحتى المحاصيل الزراعية تتلف في مدة زمنية قصيرة جدا، وأيضا في مناطق متعددة وفي آن واحد، ما يزيد من صعوبة إطفائها وإخمادها يعني بسرعة. لكن الحقيقة هو أن التغيرات المناخية هو الأساس أو الفاعل الأول في زيادة شدة هذه الحرائق، لكن لا يمكننا أن نقول أنها هي السبب الوحيد، لكن هي السبب الرئيسي. هناك أيضا بعض العوامل الإنسانية مثل النفايات، مثل أيضا يعني إشعالها أو يعني إشعالها إجراميا، أفعال إجرامية إلى آخره. حتى المصطافين مرات يمكن أن يشعلوا يعني هيك كومبينج في مناطق غابية ولا يتم إطفاؤه بطريقة صحيحة، فتكون هناك. ولكن أستاذة بسمة، يعني هو الذي يثير الجدل، اعذريني على المقاطعة، يعني انتشار هذه الحرائق بهذا الحجم، يعني 41 حريق هو رقم كبير جدا نسبيا، وفي أكثر من منطقة وفي نفس الوقت. يعني نعم صحيح، لأنه هناك رياح كبيرة جدا، كانت هناك ارتفاع درجات حرارة رهيبة. أذكرك سيدتي أن شمال إفريقيا والجزائر، يعني شمال الجزائر لم يشهد درجات حرارة مثل هذه الصائفة، شمالا 50 درجة مئوية ومرات تعدت هذه الدرجات. أيضا رياح ساخنة كبيرة جدا أدت إلى يعني اشتعال النيران أو لهيبها في عدة مناطق. أيضا هذه الغابات في ولاية بجاية مثلا هي غابات يعني في مناطق جبلية وعرة للوصول إليها ولإخمادها بطريقة سريعة. أيضا لها محميات، للأسف محميات وطنية ودولية أيضا من الغابات هي حاليا تحترق. فأظن أنه دقينا ناقوس الخطر، أتمنى أن يكون هذا الناقوس لا يحترق. طيب أستاذة بسمة، حدثينا قليلا عن الأثر البيئي لهذه الحرائق، وهل السلطات عادة في أعقاب اندلاع حرائق غابات بهذا الحجم تقوم بإعادة تشجير هذه المناطق؟ للجزائر أكبر سد أخضر يعني في إفريقيا، كان قد وضع سنوات السبعينيات من القرن الماضي، وهو سد يمتد من شرق إلى غرب البلاد تفاديا للتصحر ولتشجير الجزائر. كل هذه الغابات التي أتلفت من سنتين إلى يعني 2021 22 و23 أسفرت على فقدان أكثر من 200 ألف هكتار
هكتار من الغابات والأحراش وأيضا المناطق يعني الزراعية أيضا. فالجزائر يعني تعيد غرس وتشجير هذه المناطق، لكن بعد أن تعيد تأهيلها، لأن الغابة لما تحترق لا يمكننا إعادة تشجيرها مباشرة، بل لها مدة علمية يعني مدة زمنية يجب أن تسترجع عافيتها، ويجب أن يعني نعيد تأهيلها لكي نغرس فيها، وفي مدة معينة من السنة يعني زمن محدد من السنة لإعادة غرس هذه المناطق. السنة الماضية بعد اشتعال هذه الحرائق أعادوا يعني غرس العديد من المناطق بمساعدة أيضا بمساعدة دول أخرى، بمساعدة الجمعيات، بمساعدة المجتمع المدني، لكن هذه الحرائق هي كبيرة جدا، فأصبح التشجير يعني ليس بنفس يعني الحجم حجم الحرائق للأسف. شكرا لضيفتنا من الجزائر الباحثة في شؤون البيئة الأستاذة بسمة بالبيشاوي، شكرا لك.